أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. حسبك، بارك الله فيك، أحسنت، شكرا لك.